اش هاد الشيء سعاد؟ اش هاد الغلطه درتي يا سعاد؟ عينا ما نوصيو فيك يا سعاد. سعاد قال لك وريه وريه ولا عما سير وخليه. سعاد ردي بالك، سعاد جمعي راسك، سعاد هادي. ولكن سعاد دارت واحد الغلط وخاصنا ننتقدوه، وعاد غندوز للسريعه وشنين تيكاو وعائله المشوهه. غنبدا بسعاد هي الاولى اخوتي العزاز، كما كتعرفوا حنا راه مصداقيه كاينه كاينه، ما كايناش ما كايناش، باش تعرفونا حنا الحمد لله المصداقيه ديالنا فوق كل شيء. السلام عليكم اخوتي العزاز، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واتم الصحه والعافيه لانتم ولا الناس زاد عليكم. كنتمنى من الميمات ديولي خوتي وخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يرحم لكم والدين والله يكبر بكم. شكرا على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي درت البارح في الليل، قريت التعاليق ديالكم كامل، شكرا على اللايكات ديالكم، شكرا على الناس اللي جاوا جداد، مرحبا بكم اخوتي القناه قناتكم، والناس اللي كانوا معايا قدام راه الدار داركم، راكم نتوما مولفيني وعارفني وعارفين الطريقه ديال الانتقاد ديالي. الله يكبر بكم كاملين، شكرا على الكلام الزوين كامل اللي قلته في حقي البارح، والله القسم يا اخوتي راكم كتزيدوا تحفزوني انني نزيد القدام وانني راه غادي في واحد الطريق مزيان. الله يكبر بكم المهمات ديالي خوتي وخواتاتي، وكذلك الرجال اللي متبعني، لاني كنلقى التعاليق بزاف البارح. ياسين انت كتقول غير المهمات، ياسين انت غترحب غير بالناس، راحت اغلبيه الناس اللي متبعني هنايا ناس كبار وناس في المستوى، داكشي كنقول المهمات ديالي، اما انا ماشي كنطيح بهم ولا شي حاجه، بالعكس. حتى كاين بعض الناس اللي كيتقلقوا في التعاليق، لا كتقول لنا المهمات حنا ماشي كبار، كنقول خوتي وخواتاتي، عاد كندوز للمهمات، لما المهمات هما كلشي راكم عارفين الحاجه، الا ما كبرتش بالمهمات راه ما كاين والو. الله يعطيكم من ويتو في خاطركم، الله يعطيكم قصر في الجنه كاملين، لا خوتي لا خواتاتي لا الباوات ديالي لا المهمات ديالي، كلكم الحمد لله حنا عائله وحده، وانتم بلا بكم حنا راه ما كاينينش، انتم هما كلشي، انتم الكل في الكل. هما المتابعين، و اي قناه كما بغات تكون نوعها راه بلا متابعين ما كتسوى والو، فهمت اخوتي العزاز. دابا غادي ندوز للموضوع ديال اليوم اللي غنتكلم على سعاد جوهره مغربيه. انا درت واحد الفيديو نصحتها ملي سمعت فاطمه الزهراء غتخرج، انا كانت اخباري غادي تخرج، درت واحد الفيديو نصحت سعاد قبل، قلت لها سعاد ردي بالك لبنتك، سعاد حاولي تبعدي فاطمه الزهراء من السوشيال ميديا، وما تقوليش كاع لا خرجت ولا ما خرجتش ولا لا هذه، سير يا سعاد صافي الحمد لله ملي رجعت معاك بنتك تهلاي في وليداتك، صوري الفيديوهات ديالك انت هادي، ولكن الا البنت يلا خرجت بقى النفسيه ديالها كما كتعرفوا راه ماشي ساهل داك الشيء داز على هذيك البنت. انا بالنسبه لي فاطمه الزهراء كتبقى ضحيه ديال والديها، سيرتو ديال الاب وديال مرات الاب والعكوشه وداك الشيء، راكم عارفين التحريض. قلنا لفاطمه الزهراء بعديها، انا وكذلك تفرجت واحد الفيديو لمولات الماسك، عشان مولات الماسك كنتفرج فيها هي بزاف، تفرجت فيديو موت الماسك حتى هي نفس الفكره كانت قالتها لسعاد. الباحث سعاد دارت واحد اللايف البارح كتهضر على فاطمه الزهراء، هي في الدوش، هي خرجات، هي الماضيه، اش نقول لكم؟ اي مزيان تقولي راه بنتي خرجات، وهذه غير نصيحه سعاد، نصيحه من ذهب باش ما تخرجيش واحد المره تبكي، باش ما ديريش واحد الغلط اللي تخليني نشدوك الاخرين وتخلينا حنا نخرجوا عاوتاني وندافعوا. اي حنا كندافعوا على الام، ولكن راه غلط شي واحد راه غننتقدو، باش نقول لكم انا اللي كاين، ولكن غننتقدها بكل احترام كنصيحه للاخت ديالي. راه خوك اللي شتي غادي في الغلط راه غادي تنصحو. انا النصيحه اللي غنعطي لسعاد من عندي هنا، بعدي فاطمه الزهراء من السوشيال ميديا، ردي البال فاطمه الزهراء للتليفون ديالها، ما تخليهاش تتواصل مع، حيت سمعت شي وحدين قال لك راه حقا تواصلت مع يسرى، حيت يسرى ملي سمعت اختها خرجات شنو دارت؟ مشات كتوجد في الكادوات، حقا انا شريت ليها 4 الروايح من طنجه، حقا انا شريت ليها هادي، باش كيزيدو يغريو ديك البنت، لان البنت كتفرج في اليوتيوب، راه ضروري عندها التليفون كتفرج. دابا كيزيدو يغريو فاطمه الزهراء باش غيزيدو عاوتاني ديك الحروبات ديال فاطمه الزهراء، هربات ليها فاطمه الزهراء، بغاو يجيبوها هادي. وما خاصش سعاد كذلك تطيح في واحد الغلط ديال قضيه التجاره في البشر، ما تنساوش سعاد راه دايره شكايه بكريشه وبالسريعه على قضيه التجاره في البشر. مادام هما تاجروا بناتك وانت كنتي تابع من واحد القضيه ديال المتابعه على التجاره في البشر بناتك، تا بكريشه راه متابع بهاد القضيه، وانت عارفه قضيه التجاره في البشر صعيبه والبنت باقا قاصر، لهذا حبذا يا اختي سعاد لو خلي البنت بعيده، ما تهضري عليها في لايفات. كذلك الناس اللي كيديروا مداخله عند سعاد في اللايف، ما تبقاو تجبدوا لها بنتها فاطمه الزهراء، خليوها الله يرحم لكم والدين، الا كانت هي ما عارفاش اولا بالنيه ديالها، انا عارف سعاد غير بالفرحه وغتبارطاجي معنا داك الخبر ان بنتها خرجات وان بنتها في الدوش، غير نصيحه وياك تبيني معك فاطمه الزهراء في السوشيال ميديا، خلي البنت بعيده،
خلي بنت ترتاح، خلي البنت تديها في قرايتها وديها في مستقبلها، حيت دابا راه اي حاجه وقعت لفاطمه الزهراء راك انت اللي مسؤوله عليها، وانت عارفه عندك اعداء بعاد. تصور البحث سعاد غير دارت اللايف ان فاطمه الزهراء معاها، خرجوا بعض القنوات نفس الهضره اللي قلت انا قالوها، هي بدات كتاجر ببنتها، ها المتاجره في البشر، ها ما خلاو ما داروا لا، غيزيدوا يحرضوا الفيديوهات باش يزيدوا يشحنوا ديك البنت باش يهربوها باي طريقه على الام ديالها. مره ما طمعوش شاف ادم وامين تما يديوهم يخدموا بهم ويديهم مكريشه ويمارسوا واحد الضغوطات على سعاد. ونصيحه لسعاد، ما تفرجيش في القنوات اللي في الطرف الاخر باش ما ياثرش عليك وتخرجي بشي كلام اللي ماشي هو هذاك. من الاحسن بلا ما تفرجي في القنوات ديال الصرف الصحي، انا كنقول لك القنوات اللي ضدك ما تفرجي فيهم، القنوات اللي معاك اكيد كتفرجي فينا. راه غير الفيديو اللي قلت لكم فيه خاطب، قلت لكم خطبت فيه سعاد، راه تفرجات فيه سعاد وتواصلت مع سعاد، ماشي ما تواصلتش معاها. وراه عارفاني سعاد غير كنضحك، وعارفاني في الاخر ديال الفيديو قلت لهم هذيك راه بحال اختي وهذه، وهضرت مع هشام قال سعاد راه كنتي بحال اختي، راه غير الفيديو سميتو، يعني سعاد متبعانا. بغيت نوصل لكم ان سعاد راه كتفرج الفيديوهات ديالنا كاملين اللي معاها وكتسمع النصائح. النصيحه اللي غنوجه لك قدام الناس، انا قدام الناس هما المتابعين ديالي كيشهدوا، بعدي البنت من السوشيال ميديا، ما تهضريش على فاطمه الزهراء، صافي خلي داك الموضوع. انا ما بغيتش كاع الناس يعرفوا انها خرجت، ما بغيتهمش يعرفوا لان غيبداو دابا المؤامرات وغيبداو الكواليس وغيبدا الحفير منا والحفير من لي، وخاصهم يحيدوا عليها ما غيخليوهاش ترتاح. وفينك البقا يا البقا ويا البقايقوق يا السريعه، وفين غديري وجهك؟ غنضربك بناتك يا سعاد، غنضربك بناتك، حلفت يا السريعه واحد المره والله الا غنحط لك هذاك المقطع انت وشنيتيكا، وكان تا بوكريشه تا هو الله يذكره بخير. قالوا سعاد والله بناتك لا عاودتي حلمتي بهم، والله لا عاودتي حلمتي بهم. بنت كبيره تزوجات الله يسهل عليها كبرت هذيك، ولكن بالنسبه لفاطمه الزهراء باقا قاصر، راه باغا يديروا المستحيل باش يحيدوا عليها. راه المغنايدين جريو منا وجريو مني، انا اللي عارف الكواليس، راه كيتسناو غلطه وحده من سعاد، لان دابا السريعه ديالهم دابا سعاد في موقف قوه. علاش؟ حيت شاده السريعه بالقضيه ديال التجاره في البشر، هي اللي واحد اليوم هنا راه عارف الشكايه صعيبه. البدويه خرجت منا سالمه، لان البدويه حاجه اخرى والسريعه حاجه اخرى. البدويه بناتها مجدودا في السجن، كتقول كضر على وليداتها، ولكن ماشي كتصورهم بديك الطريقه، اولا ماشي بعيده عليه مرات الاب وكتصورهم وتتاجر بهم، لا مجال للمقارنه، ما نقارنوش ملف مع ملف. الملف ديال تجاره البشر ديال بوكريشه والسريعه ملف ثقيل، وما عرفنا القضيه. دابا باغيين يطيحوا سعاد داك الفخ ديال حقتها تجي كتاجر ببنت وباها راه في السجن وهادي وهادي، راه باغيين يديروا لها هاد الخطه هادي. من الاحسن نخلي البنت بعيده على السوشيال ميديا، ديري اختي روتينات ديالك، اللايفات ديالك، هضري كيما بغيتي، ولكن وزني. حنا هادشي انا هادشي مناش كنقولو، راه ماشي زعما كنبغيت ندير فيديو ننتقد سعاد ولا، والله ما كنبغي نهضر عليها، وانما خوتي العزاز نصيحه باش ما يجيوش تلقى بعض المتابعين اللي متبعني الاوفياء ويقول لي ياسين حيت كتبوا لي في التعاليق البارح، لقيت التعاليق بزاف ياسين نصح سعاد، ياسين نصح سعاد انت كتواصل معاها، ياسين نتوما القنوات اللي كتواصلوا معاها نصحوها. انا خوتي كندير جهدي وكثر. سعاد بعدي البنت، سعاد البنت خليها في التقار، ما بغيتهاش تطيح في شي مشكل وتخرج سعاد كتبكي وسعاد راه باري يكفيك الفلوس اللي خسرتي والشكايات، الله يكون لك في العون اختي، انت ما عندكش، قال لك راه كيعيا اللي كيعطي وما كيعياش اللي كيشد. صافي نمشي، صافي نمشي، تعرفتي الاجراءات والمحامي والشفريغات داكشي راه فيهم فلوس. لهذا خليك غاده في مصادر القانونيه ديال التجاره في البشر ضد بنياتك، ضد بنتك سيرتو بنتك الصغيره، ولدك ادم وامير راه باقي فيهم الخير، وكنتمناو ان هاد البنت يكون فيها الخير، وان ان شاء الله تزوجيها بطريقتك انت ان شاء الله، وتكون هاد البنت فرحانه معاك والله يجعل فيها الخير، وتكون باره بالام ديالها لاش كنولي تقربي من البنت اكثر. حاول سعاد تقربي من البنت اكثر، دابا اعطيها الحب، اعطيها الحنان، اعطيها داك الشيء اللي غادي يوفروا لها وحدين اخرين تلقى عندك انت كأم. خرج وليداتي مره مره راه عطى الله، فين خرج تما فاس عينها الويكاند ولا هذه، نخرج بنتي نديها انا ندي من البارك. البنت راه باقا صغيره 15 عام ديالها باقا صغيره البنت، سيرتو دابا فتره المراهقه شويه قضيه صعيبه، باش ما يلقاوش عليك شي حاجه، باش ما تهربش البنت اولا دير شي مشكل ولا هذه. الله يرحمك والدينا سعاد، راك اختي وما باغيش لك المشاكل، ما باغيش انك تجاجري، وانا عارفك انتي كدير داكشي بالعفويه ديالك، وانما من الاحسن خليها بعيده. والتواصل التواصل التواصل، ما تخليهاش تواصل مع الاخرين، نصيحه من ذهب، ما تخليهاش تواصل في هذا النهار الجمعه، والله يرحم ميمتي في هذا النهار يا ربي الحبيب، وترحم جميع موتى المسلمين.
اللي مريض الله يشافيه، الميمات ديالي اللي متبعني، خوتي وخواتاتي، الباوات ديالي، الله يعطيكم منويته في خاطركم. تحياتي لكم اخوتي العزاز، الى فيديو قادم ان شاء الله.